ثلاث حالات حرف الجي فيهم ممكن يغلطك، وده لانه ما بيتنطقش، بيكون سايلنت. معاكم عمار عادل ويلا بينا نبدا. اول حاله معانا هو لما يكون معاه اي ان، يعني من الاخر الاي ان جي اللي بتيجي في اخر الكلمه، او حتى الاي ان جي او الاو ان جي. ساعتها مش بننطق الجي، ولكن بنحط مكانها صوت نيزل بيجي من المناخير، اللي هو صوت الان ان، كانك مخنف كده. فبدل ما تقول swimming قول swimming swimming، بدل ما تقول sang قول sang sang. بص جاي منين؟ من المناخير، sang. تاني حالة معانا هو لو جي معاه h بقى gh، وجي قبليه حرف i. يبقى لو عندي gh وقبليها حرف i، ساعتها مش بنطق gh، وانطق كأنها بس i، فأقول hi. يبقى الكلمة دي في النطق بتساوي كلمة هاي هاي. ها الكلمة دي هتبقى لايت لايت. تالت حالة معانا هو لو جه في أول الكلمة ومعاه حرف N، ساعتها بخلي الجي سايلنت وانطق من أول ال N، فأقول نات نات اللي هي بعوضة، أو نا نا اللي هي يقرقد. بكده نكون عرفنا الثلاث حالات اللي لازم نخلي بالنا فيهم من حرف الجي. ما تنساش الفولو واللايك يا صديقي. مع عمار عادل هتعلم انجلش بطريقه اكسترا اوردينري، طريقه استثنائيه. Thank you for watching. Bye bye.